بهيدا السؤال عم بيقول لي solve the following inequalities. اوكي عنا inequalities في منهم اثنيناتهم absolute واثنين عادي يعني. اوكي طيب الابسولوت اذا بتتذكروا كان عنا مثلا مراجعة لهني هني اربع cases. اوكي مراجعة لهم اذا كان عندي مثلا absolute للاكس كانت اصغر من positive number فهيدي شو بيطلع جوابها؟ بيطلع جوابها الاكس between minus 5 and 5. اوكي الكيس الثاني هي اذا كانت الابسوليوت اكس اصغر من ماينس 5 من نيجاتيف نمبر فهون بنقول نو سوليوشن لانه مستحيل تكون الابسوليوت ما هي الابسوليوت مفروض تظهر بالبوزيتيف اذا كانت اقل من نيجاتيف نمبر يعني كيف يعني ظهرت نيجاتيف بتصير اوكي ما هي نو سوليوشن بتصير الكيس الثالثه حيكون عندي ابسوليوت فاليو اذا كانت اكبر من بوزيتيف نمبر اكبر من بوزيتيف نمبر فبيكون عندي الـ x أصغر من minus 5 or x أكبر من 5. الحالة الأخيرة إذا كان عندي absolute للـ x أكبر من negative number. أوكي؟ فهون بتكون x belong to R. لأنه دايماً عندي الـ absolute x حتكون أكبر من negative number. يعني دايماً حتكون أكبر من negative number. فبيكون x belong to R. واضحين؟ هولي أربع حالات لازم أنتو بس يكون درس الـ absolute مع الـ inequality تكونوا جاهزين لإلهم. فسؤالنا هلا احنا هون الاول واحد عندي 2x minus 3 اصغر من 5 يعني اصغر من positive number اوكي فمعناتها بدها تكون 2x minus 3 between هول الرقمين 2x minus 3 يعني تحت الابسولوت بده يكون between two numbers ال minus 5 و plus 5 اوكي هلا هو عم بيلي solve يعني find x فمعناتها بدي يصير انا بدي اوصل ل x مش ل 2x minus 3 فشو بعمل اول شيء بهالحاله المفروض اول شيء اتخلص من الماينس 3 فشو بدي اعمل هون بدي اعمل هون بلس 3 وهون بدي اعمل بلس 3 وهون بدي اعمل بلس 3 شو حيطلع معي الجواب بصير عندي ماينس 5 بلس 3 جوابها ماينس 2 اصغر من 2x اصغر لانه ماينس 3 بروح مع بلس 3 بلس 5 بلس 3 بيطلع عندي 8 طيب كمان بدي اتخلص من ال 2 انا فكيف اتخلص من ال 2 لازم اقسم هاي الجهه على 2 هاي الجهه على 2 وهاي الجهه على 2 اوكي فحيصير عندي هون الجواب minus 1 أصغر من x أصغر من 4 فهذا هو الجواب أوكي هذا جواب أول واحدة تاني واحدة هي شو كمان حتكون أكبر من أكبر من positive number يعني حأشتغل على هاي يعني هذا بيكون الجواب أوكي minus 2x plus 3 فالجواب هون بده يكون إنه minus 2x plus 3 أصغر من minus 7 or minus 2x plus 3 أكبر من 7 اوكي نعمل عادي الكالكوليشن يعني ماينس 2x اصغر من ماينس 7 ماينس 3 بصير عندي ماينس 2x اصغر من ماينس 4 ننتبه هون الايكويشن كلها بضربها بماينس اذا ضربت بماينس حيصير عندي هون 2x وبضرب الاشاره كمان بماينس اوكي وبتصير عندي هون بلس 4 يعني عندي الx اكبر من 2 4 اوفر 2 2 هون حيصير عندي ماينس 2x اكبر من 7 ماينس 3 minus 2x أكبر من 4 كمان رح أضرب كل الـ inequality بـ minus رح يصير عندي 2x أصغر من minus 4 فحيصير x أصغر من minus 2 أوكي؟ فعندي هول الجوابين في طبعا بيناتهم شو؟ or بهيدا السؤال كمان عم بيقول لي السؤال هو شو؟ شو بيقوله؟ solve طيب يعني find x أوكي؟ بس انه عنا inequality مش عنا equation فاول شيء بطلع الروتس لهول الاثنين كيف طلع الروتس بعتبر يعني الروت لها هي x equal 1 كيف عرفت حطيتها equal 0 بالمبدا هيك على جنب بقول له x minus 1 equal 0 يعني x equal 1 طلع الروت هون الروت لها كمان نفس الشيء راح احط انه minus x plus 2 equal 0 بس لحتى طلع الروت اوكي minus x equal minus 2 صار عندي ال x equal 2 فعندي 2 روت صار عندي 1 و 2 اوكي لما يكون عندي تو روتس بالانيكواليتي بدي اعرف اذا هي نيجاتيف يعني هو عم بيقول لي ايمتى ضربهم لهولي بيكون نيجاتيف اوكي فانا بدي اعمل تيبل اوف فاريشن بدي اعمل او تيبل اوف ساين في عندي مين هن الروتس عندي 1 وعندي 2 صح عندي 1 وعندي 2 هاي ال1 هون هاي 2 هون الاكس وهون مين هيدي هي اللي هي مثلا حاحط انا اكس ماينس 1 بالاول هون الثاني تاني رح تكون
ماينس اكس بلس 2، وفي عندي بالاخير السوليوشن. اوكي رح مدهم هون شوي. في عندي السوليوشن هون يعني جوابهم اللي هي بتكون بدي اشوف ايمتى نيجاتيف. طيب نحن وين الزيرو مثلا؟ اكس ماينس 1 وين الروت لها؟ هاي الروت لها. ماينس اكس بلس 2 وين الروت لها؟ هاي الروت لها. اوكي شو إشارة الإكس هون؟ بلس، فمعناتها بعد الروت اللي إلها بتكون بلس وقبلها بيكون أوبوزيت ساين لإلها ماينس. شو الساين اللي الإكس هون؟ ماينس، فبتكون بعد الروت ماينس وقبلها شو؟ بلس. ماينس وبلس ماينس، بلس وبلس بلس، بلس وماينس ماينس. هو شو طالب مني؟ نيجاتيف ساين، نيجاتيف أقل من زيرو، يعني هاي النيجاتيف. يعني طالب مني من هون لهون ومن هون لهون، أوكي؟ طبعاً هيدي من هون ماينس انفينيتي ولهون شوفي عندي بلس انفينيتي. انا بدي اكس، انا بالاخير بدي اكس، يعني بقول له الاكس بيلونج من وين لوين؟ من وين عند الاكس؟ النيجاتيف وين بتكون؟ عندي اياها من الماينس انفينيتي لل1، وعندي اياها من ال2 للبلس انفينيتي. اوكي بس ما قايل لي اور ايكوال، يعني ال1 صح انه هون عندي انا 2 0 بس ال1 مش داخلي لانه ما قال لي اور ايكوال لزيرو. اوكي فانا شو بقول له هون؟ اول شيء من الماينس انفينيتي لل1 بس بحط اوبن انترفال على 2 لانه ال1 منا داخلي، يعني لو داخلي ومسكر الانترفال عليها. يونيون اوكي من وين؟ من ال2 للبلس انفينيتي، كمان ال2 مش داخلي لانه ما قال لي اور ايكوال، فمعناتها من ال2 للبلس انفينيتي. واضحه؟ يعني ايمتى بتكون نيجاتيف؟ لما الاكس بيلونج لهول الانترفلز. ان شاء الله واضحه. اللي بعدها نفس المبدا بدي اشتغل هون. اوكي شو المبدا؟ انه بطلع الروت لهاي، يعني بدي اعمل هون اكس ماينس 1 ايكوال 0، يعني اكس ايكوال 1 في عندي هاي الروت اللي تحت ماينس اكس بلس 3. هلا دائما ممنوع احط هيدي انا ايكوال 3، لما الدينومينيتر ممنوع تكون 0، ممنوع احطها ايكوال 0، فبصير عندي ماينس اكس ديفرنت فروم ماينس 3، يعني اكس ديفرنت فروم 3، فصار عندي تو روتس انا بهاي الانيكواليتي 1 و 3.